كان مشهدا ذو رمزية خاصة حينما سلم وزير الخارجية النرويجي رئيس الوزراء الفلسطيني الوثيقة الرسمية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وأوراق الاعتماد الدبلوماسية التي تتعامل مع فلسطين كدولة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للشركاء الدوليين لفلسطين المانحون للسلطة الفلسطينية الذين اجتمعوا اليوم في بروكسل بحضور نحو 30 دولة بضيافة الاتحاد الأوروبي وبقيادة النرويج للبحث ابتداء بوقف أو حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والأهم والأكثر عمقاً الإصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية وتأهيلها للعب دور مهم في غزة خلال اليوم التالي. وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني الذي شارك والذي أتى لأول مرة إلى بروكسل عن أولويات السلطة الفلسطينية، وقال بأنهم سيعملون على دمج المؤسسات لتجمع بين غزة والضفة، وبأن السلطة ستكون جاهزة مع أول فرصة سانحة لتقدم الخدمات وتعمل على إعادة هيكلة المؤسسات لتكون قادرة على التمثيل الفلسطيني الموحد. هذا الاجتماع مهم على عدة صعد، خصوصا وأن الموقف بدأ يتغير أكثر من ذي قبل، خصوصا بعد التغير في الموقف الألماني الذي عبر عنه نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، والذي قال بأن إسرائيل تتجاوز القانون الدولي في غزة. هذا التغير في الموقف الألماني، أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، ينعكس بلا شك على الموقف الأوروبي الكامل. أيضا في هذه اللحظات ونحن نتحدث، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دعا ممثلين نحو 30 دولة للاجتماع الآن تحت عنوان آليات تنفيذ حل الدولتين لنقل المواقف إلى خطوات ملموسة، والسعودية من وجهة النظر الأوروبية يمكن أن تكون الرائدة في لعب دور لصناعة حل داخل المنطقة. الأوروبيون لا يؤمنون بأنهم يستطيعون أو عليهم صناعة حل في المنطقة، وإنما يؤمنون بأن على المنطقة أن تصنع الحل، وأوروبا سترعى وتدعم، والتعويل كبير على السعودية. وبالتالي اليوم انتقل الجهد من المؤسسة الأوروبية إلى داخل مقر البعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي لمناقشة وبحث آليات تنفيذ حل الدولتين. وعد الأوروبيون أيضا بإضافة مزيد من الدعم للسلطة الفلسطينية، وكانت لغة الانتقادات كبيرة لإسرائيل، وقرارات محكمة العدل الدولية كانت مرجعا للمواقف. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الزميل سلام عطلة، مراسل الغد كان معنا من بروكسل. شكرا سلام.